الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر وإنعاش الاستثمار في القطاع من بين أهم النقاط التي تطرق إليها مختلف الفاعلين في المجال السينمائي خلال الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينمائية في الجزائر. محاور متنوعة تم طرحها على مدار يومين من خلال عدة ورشات، أبرزها تلك المتعلقة بالتكوين وتمويل المشاريع السينمائية. الآن بعد هذه المسودة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أدرج محور أساسي هو الاستثمار في مجالات الصناعة السينماتوغرافية وفق التحفيزات الموجودة الآن حاليا في قانون المالية وقانون الاستثمار، وتفتح الأبواب للكثير من حاملي المشاريع الاستثمارية سواء كانت على مستوى مؤسسات مصغرة أو عن طريق شراكات مع شركاء أجانب. التكوين اللي هو فتح فرص تطوير مهارات واكتساب مواهب وأدوات جديدة بالنسبة للهواة وحتى المحترفين في مجال الصناعة السينماتوغرافية أو التكوين في مجال السمع البصري. احنا نستناو برينسيبالمون سهولات في المشروع هذايا، خاطرش منذ عندها عامين ابوبري كان لو فونديد تاع الدعم للسينما تغلق في ديسمبر 2021 وما كانش بديل. الجلسات عرفت كذلك مشاركة بعض المستثمرين في المجال السينمائي الذين كانت لهم بعض الاقتراحات في مجال الصناعة السينمائية على غرار إنشاء استديوهات التصوير والمجمعات السينمائية. المشروع الثاني يكمن في إنجاز مدينة سينمائية، هما 6 استديوهات للتصوير زايد ورشات لصناعة لي ديكور. هادو لي ستوديو نديروهم على ديسبوزيسيون دو كليون اترونجي. كاين نقولوا حنا نفترض مثلا 60% يكون للاجانب و 40% للسوق المحليه في انتظار تطوير السينما الجزائريه. إيلاء العناية بالفن السابع يعد اليوم أكثر من ضرورة بعد الركود الذي شهده خلال عدة سنوات، وهو الأمر الذي أخذته الوزارة الوصية على عاتقها من خلال العمل على إثرار قانون الصناعة السينماتوغرافية، صناعة لطالما كانت ولا تزال الواجهة الثقافية للشعوب.